السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مطبخ رشا الأحلى الوصفات. إن شاء الله نعمل مع بعض النهاردة الفراخ المشوية ورز بسمتي بالمكسرات. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وأقول معايا إيه. أنا معايا هنا فرخة مقطعها على 8 قطع، أنت عايزة تقطعيها على 4 اللي يريحك. أنا مقطعها 8 قطع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. أول حاجة هنعمل التتبيلة بتاعت الفراخ. أنا معايا هنا زبدية بلدي كبيرة وهضيف عليها معلقه ثوم مهروسه، والثوم هنا اساسي في تتبيله الفراخ لان بيديها طعم جميل جدا. لما تجربيها ان شاء الله هتعجبك وهتعتمد الطريقه ديت ان شاء الله. التوابل بقى اللي هنسل بيها على الثوم والزبادي، معايا كارو وكركم وفلفل وكمون ورشه زنجبيل وبهارات فراخ وملح للتتبيله. هنزل بيهم كده على الثوم والزبادي وهقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان انا اقلبها كويس جدا عشان الزبادي ما يبقاش مخرز او فيه حتت كتل ولا حاجه. ودلوقتي هضيف على التوابل اللي معايا او التتبيله اللي معايا ديت 3 معالق زيت. المعلقتين الزيت او ال3 معالق اللي بتنزلي بيهم على التتبيله ديت بتفرق جدا في لون الفراخ بعد ما تطلعيها، بيديها اللون الذهبي الجميل كده. ادي المعلقتين الزيت، هي اوريدي الفراخ بتنزل الزيوت اللي فيها. وانا ضفت هنا دلوقتي طماطميه فريش كده على التتبيله، لو عايزه تنزلي بمعلقه صلصه مفيش مشاكل، عايزه تحطي طماطميه زي ما انا عملت برضو قولي يريحك. هنزل بالفراخ في التتبيله زي ما انتم شايفين كده، واحاول ان انا اغسلها بالسكينه كده عشان افتح كل الانسجه بتاعتها ان هي تخش فيها التتبيله، واسيبها اطول فتره ممكنه في التتبيله ديت. هسيبها حوالي 2 ساعة في الثلاجه. وادي الفراخ بعد ما طلعتها من الثلاجه، اكون مجهزه معايا بقى الاسطاج او الصينيه اللي هدخله الفرن وهرص فيه الفراخ زي ما انتم شايفين. ولو عايزه تحط شرايح بطاطس او اي خضار تحت الفراخ بتبقى جميله جدا وبتشرب التتبيله بتاعت الفراخ، بس انا حبيت ان انا اعملها النهارده من غير اي خضار. دلوقتي هدخلها الفرن على نار متوسطه وهوريها لكم بعد ما اطلعها. وهنخش على الخطوه اللي بعدها. مجهزه معايا حله على النار حاطه فيها 3 معالق زيت، هنزل بمعلقه زبده صفراء بلدي كده وهسيحهم علشان نعمل الرز مع بعض. بعد ما استحوا معايا هنزل معايا بقى بالتوابل بتاعه الرز. معايا قرفه سجار، حبهان، ورق لورو، كباب صيني، وكارو، كركم. واهم حاجه ما تكتريش الكركم عشان ما يمررش الرز معاكي. لو في عندك زعفران ضيفيه، ما فيش خلاص هتحط الكركم والكاري هيديكوا اللون المطلوب، بس ما تكتريش الكركم. دلوقتي انا معايا رز البسمتي غسلته، انا معايا 1.5 كيلو رز بسمتي غسلة كويس جدا. واهم حاجه واهم خطوه في رز البسمتي عشان يطلع ناجح معاكي وما يعجنش منك ان انت تشوحيه كويس جدا في الزبده والزيت عشان يطلع معاكي مفلفل، عشان يطلع معاكي مفلفل وجميل وما يعجنش منك. ودلوقتي بقى هنزل بمقدار الميه. انا معايا كوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 كوبايات ميه، يعني انا معايره 1.5 كيلو رز بسمتي طلعوا معايا 8 كوبايات، ضفت عليهم 16 كوباية ميه. في ناس بتغسل رز البسمتي وتنقع قبلها بنص ساعه، بس لما تيجي تضيف الميه بتضيف لكل كوبايه 1.5 كوباية ميه للرز، بس انا غسلته وعملته على طول. دلوقتي ادى الرز بعد ما شرب الميه، هوطى عليه النار وهديها خالص. ادى الرز بعد ما استوى، شايفين ما شاء الله جميل ازاي، هو بيتكلم عن نفسه يعني ومفلفل ومش ماسك في بعضه وطعمه جميل جدا زي اللي بتاكليه بره بالظبط. عايز اقول لكم يعني انت لما بنكونوا خارجين وناكل طبق زي ده بره بالقطعه الفراخ بمبلغ وقدره، طب ليه بقى واحنا نعرف نعمله في البيت والولاد بتحب الحاجات دي جدا في البيت؟ طبعا لو لقيتي بقى الحبهان الكباب الصيني فشيليها. شايفين الرز ما شاء الله مفيش حبايه ماسكه في التانيه ازاي. انا بقى معايا هنا المكسرات اللي هنزل بيها على الرز. انا معايا عين جمل وبندق ولوز، انت عايزه تضيفي سوداني او زبيب مفيش مشاكل. لو المكسرات معاكي مش متحمصه حمصيها على النار بنص معلقه زبده بلدي كده بتفرق في الطعم جدا، بس انا اريد المكسرات معايا متحمصه فهنزل بيها على طول كده. ودلوقتي بقى هجيب قطع الفراخ على قطع الفراخ بعد ما طلعتها، شايفين ما شاء الله المعلقتين الزيت اللي انا حطيتهم على الفراخ مدينها اللون الذهبي الجميل ازاي. وعايزه اقول لكم الزبادي والثوم بتفرق في التتبيله دي جدا جدا جدا، جربيها وان شاء الله تعجبك وهتعتمد الطريقه دي كل مره.
زي اللي بتاكليها بره بالظبط، بل احسن كمان، بل انت اللي بتبقي عاملاها في البيت وضامنه نظافتها وطعمها الجميل. شايفين ما شاء الله. يعني اهم حاجه لما تيجي تجيب الرز البسمتي تشتري اللي هو فيه نوعين من الرز البسمتي، تجيب اللي هو الذهبي اللي حبايته بتبقى طويله شويه، ده ما بيكسرش منك اثناء ما بتطبخيه وما بيعجنش معاكي. بلاش تجيب الرز الابيض اللي هو بحبايه قصيره التخينه ديت، لا، هات الرز الذهبي بيبقى طعمه جميل جدا زي اللي بيتاكل بره وبيتقدم بره، وهيعجبك جدا في الطهي يعني وانت بتعمليه. ما تنسيناش لو عجبك الفيديو دعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. لا تنسى الصلاه على الحبيب وقراءه ورد يوميا من القران الكريم. لا تنسي تكسيري من قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.